والله انا شايف ان الحصان الاسود في المونديال منتخب اليابان قدر يكسب منتخب المانيا 2-1، وانا شايف ان البطوله جامده جدا، بس كان نفسنا يبقى مصر موجوده فيها. طبعا انا شايف ان الحصان الاسود في البطوله هو المغرب بدعم الجماهير والفرقه كلها محترفين والمدرب برضو مدرب كويس، فانا شايف ان الحصان الاسود هيبقى المغرب ان شاء الله. الحصان الاسود بتاع بطوله كاس العالم السعوديه كسبت الارجنتين، مدربهم حماسي بين الشوطين بيقول لهم العبوا اللي انتوا شايفينه. كسبت الارجنتين وخسرت من بولندا، بس هي لسه قدامها امل انها تكسب المكسيك وان شاء الله تصعد كده وتبقى الحصان الاسود بتاع البطوله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحصان الاسود طبعا فرقه منتخب السعوديه بيضم ده شغل 4 سنين من بعد كاس العالم في روسيا، بدا صح وشغال صح واحنا شايفين كله يعني ما شاء الله فرقه كويسه جدا قوي، كمان هيوصل ان شاء الله، وان شاء الله عندنا امل اللي هو حتى لو يتعادل مع المكسيك ان شاء الله يصعد. الحصان الاسود ان شاء الله في بطوله كاس العالم ان شاء الله السعوديه. انا شايف الحصان الاسود منتخب السعوديه عشان المدرب يعني مدرب كويس ولاعيبه بصراحه كويسين يعني وعاملين مجهود كويس ولاعيبه محترمين بصراحه، خايفين يعني على منتخب بلدهم وبصراحه يعني بيأدوا يعني النتائج اللي عاملينها كويسه بصراحه. انا شايف ان المنتخب السعودي بيلعب بروح قويه السنه دي ومعاه مدرب كويس، وان شاء الله شايف ان هم هيحققوا مجهود يعني كويس ومجهودهم مش هيروح في الفاضي، وهم الحصان الاسود في البطوله ان شاء الله.